دليل التنصير، المؤلف ربا داود مجيد قعوار. جميع الحقوق لهذا الكتاب محفوظة، يرجى عدم الاقتباس أو النشر أو التصوير أو وضع أي معلومات من هذا الكتاب على الشبكة العنكبوتية إلا بإذن شخصي من المؤلف. الفصل الثامن، إلقاء ضوء الحق على التنصير. أسباب تنصر العابرين وتحولهم من الإسلام إلى المسيحية. الجزء السابع، رابعاً، الفقر وحاجتهم الماسة للمساعدة. كما ذكرت سابقاً أننا نجد معظم هذه الحركات التنصيرية تتمركز في الدول الإسلامية الفقيرة التي تتصف بالجهل والتخلف، وتفتح الحكومة الإسلامية للدول الأجنبية الغنية المجال لإعطاء المجموعات الكنسية تأشيرات الدخول راجية إحياء السياحة في البلد. ومن خلال خبرتي الشخصية أن هذه الحركات لا تحتاج إلا لشخص واحد مسيحي في بلد مسلم متمسك بدينه كي يفتح المجال لحشد المنصرين. فهذه هي خطوات تثبيت قاعدة المنصرين في الدول الإسلامية. فهناك القس أو رئيس هيئة مسيحية معينة في الدول الأجنبية يبدأ بالاتصال مع هذا الشخص المسيحي في الدول العربية. قد يكون قسيساً أو خوري أبا كنيسة أو رجل دين، أو حتى يمكن أن تكون عائلة مسيحية متعصبة لدينها وعلى قلبها الخدمة ولديها بيت مفتوح للتبشير. ومن ثم تأتي هذه الجماعة إلى البلد العربي كسياحة فقط لتقييم وضع البلد وزيارة المسيحيين وزيارة الكنائس وعمل سلسلة نهضات مسيحية خاصة في كنائس البروتستان. وقد لا تكون حركة هذه الجماعة واضحة بالنسبة للحكومة، لأنهم قادمون كسياح أو لحضور مؤتمر مسيحي أو شيء كهذا، ولكن تكون واضحة بالنسبة للقرية أو المكان الشعبي التي تكون فيها هذه الجماعة. فنرى أن معظم الحركات التنصيرية تبدأ بالقرى الصغيرة والأحياء الشعبية والأماكن المكتظة، وبالتالي يلاحظ التجار والجيران وغيرهم أن هناك غرباء في المنطقة بسبب أن بشرتهم وأشكالهم مختلفة عنهم. وقد يحدث هناك احتكاك ما بينهم وبين المسلمين، وبالتالي يبدأ الحوار. وكانطباع أولي لدى المسلمين أن هؤلاء الناس يبدو عليهم السلام والمحبة ويحبون مساعدة الناس، فمن هؤلاء الأجانب من يحضر الهدايا ويظهر الكرم والسخاء والعطاء، وبالتالي يفتحون مجالا أكبر لأناس أكثر للتحدث معهم. ويعمل هؤلاء المبشرين الأجانب في تدريب المسيحيين العرب الموجودين في تلك المنطقة كيما يعملوا على نفس النهج. وهذا التدريب ليس فقط عملي، وإنما هناك كتب ومناهج تروج مع هذه البرامج التعليمية. وعند رجوعهم إلى بلدهم بعد أسبوعين أو ثلاثة أو شهر، ترسل جماعة أخرى إلى نفس المنطقة أو منطقة مجاورة لها، ولكن بشرط أن يكونوا أناساً آخرين، ويجب إعطاء الوقت أو المسافة ما بين الجماعتين تبلغ على الأقل 12 شهراً. وعلى هذا القبيل أذكر أن مئات بل آلاف الهدايا لعيد الميلاد المجيد قادمة من الولايات المتحدة ترسل من الإرساليات التبشيرية إلى الكنائس العربية، فيها كل أنواع الحلويات، وبعضها ملابس وإلكترونيات مثل مسجلات وسماعات وألعاب موضوعة في علب الأحذية وملفوفة بورق هدايا جميلة المنظر. وأجد كمعلمة مدرسة أحد سابقة أن أعداد الأطفال تتزايد في الشهر الأخير من السنة عيد الميلاد بسبب توقعهم لوجود هذه الهدايا القيمة. وهناك أعدادا من هؤلاء الأطفال المسلمين من يأتي لأخذ هذه الهدايا. ولا أنسى أن معظم هذه الصناديق تحتوي على بطاقات معايدة أو رسائل صغيرة من أطفال آخرين موجودين في الكنائس الغربية، الأطفال المرسلين لهذه الهدايا.
وفيها بطاقات مكتوب عليها دعاء أو صلاة معينة أو رقم هاتف أو عنوان بريدي للتواصل. لاحظ خطورة الموقف هنا، فهذه الرسائل الصغيرة غير المباشرة ما هي إلا ثغرات صغيرة ومنافذ لقبول حركات التنصير في دولنا وتهيئ الجو لهم. لقد اشتروني. وأذكر هنا قصة أخرى، عندما جئت إلى دولة عربية عام 2009 للميلاد، جاءت إلي ثلاث من الفتيات المسلمات يريدن أن أدرسهن اللاهوت المسيحي، فسألتهن عن السبب، فقلن أن هناك مجموعة من الفتيات اللقيطات واليتيمات المسلمات اللاتي بلغن سن 18 ولا يوجد من يكفلهن، فاشترت إحدى النساء المسيحيات من العائلات الثرية جدا عمارة مقسمة إلى شقق عدة وأسكنتهن في هذه البناية ووفرت لهن كل أنواع الرفاهية وآوتهن وأحضرت لهن من الدول الغربية من يدرسهن اللغة الإنجليزية ويعطيهن دورات تدريبية ليواكبن المجتمع ويستطعن أن يعتمدن على أنفسهن، وأعطوهن عدة كتب تدعو إلى المسيحية منها الكتاب المقدس. وللأسف ثمانية فتيات منهن تحولن من الدين الإسلامي إلى الديانة النصرانية. وبعد عدة أشهر ألقيت محاضرة أمام عدة فتيات، وكانت إحدى هؤلاء الفتيات اللقيطات جالسة تستمع إلي، وبعد انتهائي من المحاضرة جلست بجانبي وقالت: أنا كنت مسيحية أيضاً. سألتها: كيف يكون ذلك واسمك إسلامي وليس مسيحي؟ قالت كلمة أبقت أثرا كبيرا في داخلي، قالت: لقد اشتروني، قالت: لقد اشتروني. وهذا ما يحدث بالضبط، فإنهم يشترون النساء والأطفال والمحتاجين بمالهم ولا يهمهم فعلا أن يعتنق هذا الشخص النصرانية، فالأهم عندهم أن يترك الإسلام. وهل أسرد أيضا تجارة التبني التي تقوم بها الإرساليات والمؤسسات التبشيرية في الدول الفقيرة؟ حيث أنهم يأخذون الأطفال في سن مبكرة من أهلهم ويعيدونهم بأنهم سيعطونهم حياة مرفهة وجيدة، ويرسلون تقارير بالأطفال مع صورهم بأنهم أيتام لا أهل لهم، ويبيعونهم لعائلات مسيحية ثرية في الولايات المتحدة الأمريكية لتربيتهم وإبعادهم عن أهلهم والدين الإسلامي. ولا بد لي أن أذكر أن هذا ليس كل شيء، فهناك الكثير من يعتنق المسيحية ويخرج من بلده بفيزا طالبا المساعدة من الحكومة الأمريكية أو الأوروبية كلجوء سياسي، وتكون حجته للخروج في معظم الأحيان الخوف من حد الردة. فما يحفز هذه السفارات في إعطاء الفيزا هو أن المتنصر يرسل رسالة استنجاد مع تقارير وشهادات من قسيس الكنيسة أو عائلة مسيحية تثبت أنه اعتنق المسيحية وهو في خطر داهم كي يخرجوه من وطنه. وهذا ليس بالشيء الصعب لأمريكا، لا بل إنه إعلام رابح بالنسبة لهم، فما يلبث الشخص الذي ترك الإسلام واعتنق المسيحية الوصول إلى الولايات المتحدة حتى تتلقاه الكنائس والإرساليات ويجندونه ويضعون في قلبه وازع الخوف من الردة، ويغسلون دماغه ويقنعونه بأن أهله يبحثون عنه ويريدون قتله، وبالتالي يكره بلده وأهله وعشيرته، ويبدأ بترويج أفكار المتنصرين ويظهرونه على التلفاز ووسائل الإعلام كي يتحدث عن الإسلام والمسلمين بطريقة سلبية هجومية. وهل لا أضرب بهذا مثلا؟ فهي كثيرة جدا.
يطول الحديث عن الإرساليات التبشيرية، ولكن لابد أن أذكر أن هذه المجموعات إن كانت تعمل تحت اسم مؤسسة خيرية في دول عربية أو بشكل ظاهري، فقد تدربوا في كنائسهم ومراكزهم من خلال مخيماتهم الصيفية ومؤتمراتهم التدريبية على الصمود في أداء مهمتهم التبشيرية مهما كلف الأمر. فهناك منهم من يتدرب على البقاء في حالة نفسية جيدة وأن يبقوا مبتسمين وسعيدين في المظهر، وقد تدربوا في مخيماتهم على التأملات الصباحية التي تبقيهم كل يوم في حالة جسدية قوية، لا بل يتدربون على الطعام القليل والأعمال الجسدية المجهدة كي يتحملوا أصعب الحالات في أي بلد يزورونها، ويتدربون على التركيز في تحقيق أهدافهم مهما كلف الأمر. وأذكر هنا قصة حدثت معي في عام 2008 للميلاد، عندما كنت في إحدى مساجد الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة، وإذا بشابتين أمريكيتين غير محجبتين جالستان تستمعان للخطبة، وبعد الصلاة اقتربت إليهما لأتعرف عليهما، وفي سياق الحديث صرحتا أنهما مبشرتان، أي منصرتان، قدمتا لسماع وعظات إسلامية لتتعلم دين الإسلام، كيما تستطيعان معرفة المداخل التي من خلالها الحوار مع المسلمين واجتذابهم للدين النصراني. وما أدهشني فعلا عندما ذكرت إحداهما أسماء بعض الدكاترة والأساتذة في علم اللاهوت، كانوا هم أساتذتي وهما تعملان معهم في التنصير في الدول العربية.